طيب اخيرا خلصنا الانترودكشن، هي مهمه طبعا عشان نبقى فاهمين كل حاجه. تمام، ندخل بقى على فلوت شارت. ده فلوت شارت بتاع الاكسبيرمنت، لينيرتي اكسبيرمنت او الريبورتابل رينج اكسبيرمنت، ازاي بعملها بالظبط. تمام، هنبدا اول حاجه بنعمل ديزاين للاستادي واساين جولز فور ايرورز. تمام، انت هتعمل تصمم الاستادي بتاعتك، هتحتاج كام عينه، تمام، هتشتغلها على الجهاز امتى، مين هيشتغلها. تمام، اساين جولز فور ايرورز اللي هي هنشوف بقى الايه، امتى اقول ان هو كده مش مقبول، امتى كده اقول ان هو مقبول، الحاجات دي كلها. تمام، النقطة التانية بعد كده conduct measurements. هن ايه خلاص حضرنا العينات وكله وظبطنا الدنيا، هنبدأ نعمل ايه، نقيس العينات على الجهاز. بعد كده بعد ما قست العينات على الجهاز، هعمل plotting للداتا on XY graph and assess visually. تمام، انا العينات قلناها هنشتغلها in replicates. تمام، ممكن تبقى duplicate، ممكن تبقى 3 ريبليكيتس، ممكن تبقى 4 ريبليكيتس، زي ما انا عايز، زي حسب قدراتي وحسب الشروط. هل انا بقى بش انا اصلا بعمل دي كفاليديشن وكفيريفيكيشن؟ فيريفيكيشن يكفي ان انا اشتغلها مرتين بس زي الفل. لو انا لاب ديفلوب ميثود او انا مانيفاكتشر، محتاج ان انا اشتغلها مثلا 4 مرات او 3 مرات او يمكن اكتر. تمام، طيب عملنا بعد كده البلوتينج للمينز بتاعت الريبليكتس دي، عملنا بلوتينج على الاكس واي جراف اند اسيس فيجوالي، هشوف اللينيارتي بعيني بعيني. تمام، في الاول خلاص خلاص لقيت ان هو ايفيدنس اوف اكستريم نون لينيارتي. تمام، واضح جدا ان نون لينيارتي، ببدا الحسابات ووجع الدماغ ان القصه ايه، نون لينير. تمام، لقيته على شكل كيرف. تمام، لقيته النقط ملهاش علاقة ببعض، مفيش علاقة ما بينهم وبين بعض. تمام، فأنا كده أعتبر إن ده فيه extreme non-linearity، لأن أنا مجرد بالعين بس شفتها ديتكت إن هو فيه non-linearity، بدل ما أدخل بقى في تفاصيل الحسابات ووجع الدماغ وعلى إيه، ما هي واضحة القصة visually. تمام، فهو لو فعلا فيه extreme non-linearity فأقول إيه، find problem and correct، وبعد كده reconduct measurement تاني من جديد. تمام، وحاول في الدورة دي لغاية مظبطة خلاص. تمام، لو ما ظبطتش معايا اكلم المانيفاكتشر على طول او الفيندور اللي باع لي الجهاز واشوف ايه الظروف. طيب لو نو خلاص مفيش اكستريم نون لينيرتي، اشوف فيه اوتلايرز ولا لا، النتائج بتاعتي دي فيها اوتلاير ولا لا. عشان كده الهدف ان انا اقيس العينة اكتر من مرة، كل عينة فيهم تتقاس مرتين على الاقل. ليه؟ عشان لو في نتيجة غريبة هل اشوف انا هستبعدها ولا لا. طيب الاوتلايرز، لو مفيش اوتلايرز خلاص هكمل بقى للداتا اناليسيس خلاص. تمام، طب لو في اوتلايرز هشوف الاوتلايرز دي عددها قد ايه. تمام، لو هي اكتر من 2 او اكتر، لا ده رقم كبير، هشوف ايه المشكله واصلحها واعمل ايه، ريكوندكت الميجرمنت تاني. تمام، طب هي لو واحده بس، لو واحده بس مسموح لك تستبعدها وتكمل الداتا اناليسيس. تمام، طيب انا وصلت دلوقتي مرحله الداتا اناليسيس. داتا اناليسيس هعمل تشيك لينيرتي عن طريق ايه بقى، statistical assessment او evaluation، مش visual evaluation بقى، ده statistical evaluation خلاص. تمام، ال statistical evaluation ده قال لي لا، الميجر الميثود بتاعتك لينير وزي الفل وخلاص، احنا كده تمام وبارك الله فيما رزق، وايه واللينيرتي has been verified وستوب وتمام التمام. طيب لو في مشكلة بقى، method is non-linear، نتصرف ازاي لو non-linear؟ هل كان the range be reduced؟ هل ممكن اقلل الرينج بتاعي زي ما شرحنا في المثال في السلايد اللي فاتت؟ تمام، لقيت مثلا ايه، هو بيقول لي مثلا اللينيرتي عندي من 5 ل 500، لقيت ال 500 دي عندها الكيرف non-linear، هل ممكن اقلل ل 400 مثلا والاقي الكيرف بقى linear ولا لا؟ تمام خلاص، لو يس خلاص تمام، هعمل eliminate the point at high or low end. لو هي مثلا المشكلة في القراية العالية قوي او الواطية قوي، تمام، where non-linearity appear greatest، هعملها elimination، هعمل modification لكلام المانيفاكتشرر واعمل reportable range جديد او linearity جديدة خلاص، وهقول ان الميثود بتاعتي linear من كذا لكذا، والتجربة كده خلصت. طيب لو انا اصلا مش قادر، حتى لو حذفت
النتائج دي هلاقي برضو اللينيارتي لسه موجودة. تمام، هعمل ايه بقى؟ هتصل بالمانيفاكتشرر وهشوف ظروفه ايه. تمام، هل انا اقدر، لو انا مش مقتنع وهو قال في مشكلة ومتوصلناش لحاجة يبقى linearity not is not accepted وهوقف التجربة على كده، او لو قال لي حلول تانية هبدأ ادور على البروبلم فين بالظبط واعمل لها تصحيح واعيد اعيد القياسات تاني من جديد وادخل في التجربة تاني من جديد. ده باختصار الفلوت شارت بتاع الايه اللينيارتي اكسبيرمنت. النقطة اللي بعد كده هنشرح الاكسبيرمنت. الاكسبيرمنت هنتكلم اول عن السامبلز، والسامبلز كاركترستكس بتفرق معانا هل احنا بنعمل فيريفيكيشن ولا فاليديشن. تمام، لو عايزين تعرفوا الفرق بين الاتنين ارجعوا بقى للمحاضرة اللي هي التاني محاضرة عملناها في الميثود، او اول محاضرة باين في الميثود، اسمها ميثود فاليديشن versus فيريفيكيشن. تمام، الفاليديشن بيعمله عامة اليوزر، الفاليديشن عن طريق المانيفاكتشرر او اليوزر اللي بيعمل موديفيكيشن لتيست او ديفلوب نيو تيست. تمام، ده بيعمل فاليديشن. الفيريفيكيشن ايه الشروط؟ الفيريفيكيشن عندنا من السامبلز تبقى من 5 لـ7 سامبلز او 5 لـ7 ليفلز. تمام، عايزين نقيس تو ريبليكيتس فور اتش ليفل، كل ليفل من دول هنقيسه مرتين. عايز تكتر اوكي مفيش مشاكل، بس هو 2 كافيين جدا. تمام، كفر ذا ستيتد لينير رينج، هو قال كلمة ستيتد هنا يعني ايه؟ ستيتد يعني اللي قالها المانيفاكتشر. المانيفاكتشر كليمز بتقول لك ان اللينير رينج عندي من كذا الى كذا، او الريبورتبل رينج من كذا لكذا. خلاص، يبقى المفروض العينات بتاعتي الخمسه او السته او السبعه ليفلز دول يغطوا الرينج كله. يفضل ان هم يبقوا ايكوال سبيسد. ايكوال سبيسد يعني ايه؟ مسافات ما بينهم متساويه. تمام، يعني مثلا عندك من 5 لـ500، هتقول واحد عند 5 تقسمها انت بقى ايه، لو 5 عينات يبقى متقسمين مظبوط بالتساوي على مدار الرينج 5 لـ500. لو هم مش ايكوال سبيسد مش مشكلة، بس على الاقل تبقى كفر كل النقط على قد ما تقدر بالتساوي او قريب من التساوي. تمام، اخر حاجة including medical decision points if present. وقلنا قبل كده medical decision points دي اللي هي ايه؟ اللي هي نتيجة معينة للمريض بيبني عليها الدكتور قرار طبي. تمام، medical decision يعني مثلا في الهيموجلوبين A1C الليفل بتاع 5.7%، ده بيفرق ما بين النورمال والبري دايبيتك. تمام، ده يعتبر medical decision point. في برضو 6.4، ده بيفرق ما بين البري دايبيتك والدايبيتك، ده برضو medical decision point، هيعتمد عليه قرار طبي من الدكتور للعلاج، فدي بتفرق معايا. فلو انا عندي في الانالايت بتاعي medical decision points احاول include them في الايه، في العينات بتاعتي وانا بعمل ايه، وانا بوزعها على الايه ال stated linear range. تمام، طيب بالنسبة للفاليديشن بقى، الفاليديشن عندنا من 7 لـ11 ليفل، اكتر من الفيريفيكيشن طبعا. وقالوا لو هو واحد بيعمل لاب ديفولب تيست او بيعمل موديفيكيشن فاليديشن للموديفايد تيست يبقى انا محتاج من 7 لـ9 كويسين، ولو مانيفاكتشر لسه بيعمل استابليشمنت لللينيرتي يفضل ان هو يخليهم من 9 لـ11 ليفل، من 9 لـ11 ليفل. ده كلام بتاع ال CLSI AP6 الخاص بالايه باللينيرتي. تمام، عدد الريبليكيتس هنا محتاجين كل ما كترنا كل ما كان احسن، بقى احنا لسه بنعمل فاليديشن، يعني ايه المفروض عدد الريبليكيتس تبقى اكتر. ممكن يبقى 2 أو 3 أو 4، لو 3 أو 4 يبقى افضل. تمام، برضو العينات دول متوزعين cover the anticipated measuring range، هنا قلنا stated ليه؟ لان المانيفاكتشر خلاص حطهم، انت بس بتأكد عليه. هنا الـ anticipated اللي هو متوقع ان احنا الـ measuring range اللي احنا متوقعين ان احنا هنعمله. تمام، نوزع عليه العينات دي الـ levels دي على مدار الـ anticipated measuring range. equally spaced ده recommended. خلاص، تمام، including medical decision points if present زي بالظبط الـ user verification.
بيقول لك ايه بقى، ال developers may wish to use more points and a range that is 20 to 30% wider than the anticipated measurement range. خلاص محتاجين ان احنا كمان مش بس احنا مثلا هنقول مثلا ان هو هنخلي الرينج بتاعنا ما بين 100 و500 مثلا، تمام؟ فاحنا ايه نبدأ نزود سنة وايدر، نخلي 10% اقل و10% اعلى، او 15% اقل و15% اعلى، تمام؟ فانت محتاج تعمل وايدر سنة، تمام؟ عشان انت بلان تو دروب اوف بوينتس تو ديسكفر ذا وايدست بوسيبل لينير رينج. انت هتوقع لو انت مثلا ايه كل ما وسعت الرينج اللي انت متوقعه او هتعمل عليه الفاليديشن، كل ما تبقى حاجات مش مظبوطة تقدر توقعها، فبالتالي تبقى أدق أكتر في إن أنت تشوف ال widest possible linear range، تمام؟ فأنا ما اشتغلش على قد بالظبط، لا أنا أقول مثلا هعمله من 100 ل 500، يبقى أنا أحط من 100 ل 500، لا خليها مثلا من كام؟ من مثلا من 80 خلاص، وخلي بدل 500 خليها 520، عشان لو النتائج طلع مظبوطة في الـ extremes دي كان بها، ما كانش يبقى انت هتبدأ تصغر الرينج شوية، فكده هيديك الـ anticipated measuring range، تمام؟ فانت هتحصل على الـ widest possible linear range. طيب آخر حاجة إن العينات دي لما أجي أعمل لها سينج على الجهاز، أدخلها على الأجهزة، بدخلها randomly، يستحسن تبقى randomly، بس بشرط إن ميبقاش فيه carry over يعني الكاري اوفر ستادي لو حبذا تقدر تعملها قبل القصه دي، تمام؟ مفيش مشاكل يعني، لسه ما تناولناهاش في الشرح، بس ايه الراندمايزيشن هنا مهم، تمام؟ مش محتاجين بس غير رن واحد ندخل فيه كل القصه دي ونخلص التجربه في رن واحد، تمام؟ لو كلوزلي جروبد اناليتيكال رانز، تمام؟ لو ممكن تدخلها على مدار كذا اناليتيكال رانز، بس كلهم يبقى رنات جنب بعضيها، رن ورا رن ورا رن، مفيش مشاكل، بس على ايه وجع الدماغ، هو سنجل رن وخلصنا على كده وتمام التمام خلاص. فراندمايزيشن هنا ريكومندد ديورينج ا سنجل رن، تمام؟ عشان ايه؟ عشان الراندمايزيشن ده شرطه بس ان ما بقاش فيه كاري اوفر. هنتكلم بعد كده عن السامبل بريباريشنز. اول حاجه هتواجهنا اللي هي الكودينج، تمام؟ اللي هي الاكواد، عايز اكود العينات، انا عندي كام ليفل، هشتغل 5 ليفل ولا 6 ليفلز ولا 7 ليفلز، محتاج ان انا احط كود لكل ليفل. الليفل بيسموه بول، يعني ايه بول؟ يعني عبارة عن البول اللي هو ميكس ما بين عينتين او اكتر، تمام؟ انا عامة في اغلب الشغل بيعملوا ايه، ان هم بيجيبوا عينة على الابر ليميت بتاع اللينير ريبورتبل رينج، وعينة تانية على اللور ليميت بتاع الريبورتبل رينج، وبيعملوا دايليوشن، العينة الهاي بالعينة اللو بنسب متفاوتة. خلاص النسب دي بتخليني أغطي الريبورتبل رينج كله، تمام؟ دي طريقة، فدي بيسموها بول، كل ليفل منهم بيسموه بول عشان هو ميكس ما بين العينات اللي هي الأبر ليميت واللور ليميت بنسب متفاوتة، او العينات الهاي واللو بنسب متفاوته. خلاص في طريقه تانية ان هو بياخد الابر ليميت بيعمل لها دايليوشن لغايه ما وصل كل الايه دايليوشن بسلاين او حاجه ريكومندد ديليونت باي مانيفاكتشر، تمام؟ بيستخدم بيه ان هو يخفف بيه العينه الكبيره بحيث في الاخر العاليه، بحيث يوصل لكل التركيزات اللي في النص ويغطي الريبورتبل رينج كله، تمام؟ يبقى coding is the process of assigning each pool a number، محتاج ان انا اعمل assigning لكل pool a number that conveys its relative concentration، تمام؟ يؤشر او يشير الى ايه التركيز بتاعه. طيب عندنا بيقسموا ال pools دي في طريقتين للكودينج، for equally spaced concentrations اللي هي مسافات ما بين ال concentrations متساوية، خلاص يعني قال لك مثلا عند من 100 ل 500، يبقى عندي 100 وعندي 200 وعندي 300 وعندي 400 و500 كده، كده مسافات متساويه، المسافه ما بينهم 100. خلاص انا ممكن ادي اكواد من 1 ل 5، من 1 ل 5 كمان، الاكواد تعبر عن الايه الليفلز، يعني الواحد ده يبقى اللو ليفل والخمسه ده يبقى الهايست ليفل. طب هم 7
خلاص خلي الترقيم من 1 لـ7، أول رقم فيهم هو اللو ليفل أو اللور ليميت، والآخر رقم فيهم هو الأبر ليفل أو الهاي كونسنتريشن، تمام؟ والأرقام اللي في النص تمثل الإيه؟ التركيزات اللي في النص. طيب لو هما ان ايكوالي سبيسد كونسنتريشنز، قال لك يفضل انت تشوف الاساين فاليو بتاعتها على الاكس اكسس مكتوبه ايه. يعني انت اصلا العينه رقم العينه دي مثلا هما ان ايكوالي سبيسد، فانا صعب ان انا ارقمهم وهتلخبط، فانا اسميها بالاسم بتاعها. يعني دي تركيزها 250، تمام، على الاكس فاليو اللي هي اساين فاليو بتاعتها 250، هسميها هي نفس العينه 250، والعينة اللي هي مثلا 610، والعينة اللي هي 320، هسميها بالاسم بتاعها على الاكس اكسس عشان ما تلخبطش، تمام؟ ده الكودينج. طيب انا عندي 5 سامبلز، عندي 5 سامبلز، تمام، بنقسمها بقى ادي بول 1، واخد اول ترقيم اللي هو بيمثل العين الكونسنتريشن بتاعها له، وبول 5 اللي هو اخر واحد في الترقيم من 5 1 ل 5 باخر رقم هو الهاي. بعد كده البول 2 و 3 و 4 دول نسب متفاوتة ما بين ال اللو والهاي، نسب متفاوتة ما بينهم. بول 3 عبارة عن نسب متساوية، تمام، وبعد كده بول 2 عبارة عن جزء وجزء، تلات أجزاء وجزء، وده عبارة عن جزء وتلات أجزاء، تمام. الاكستريم بولز دي بيسموها دايما الرقم القليل واحد ده يبقى لو كونسنتريشن بول، واخر رقم فيهم اسمه هاي كونسنتريشن بول، تمام. والبولز في النص اسمها انترميديت بولز، تمام، عشان يفرقوا ما بينهم. طيب انا عايز احضر 5 سامبلز، تمام. البول 1 اللي هو لو كونسنتريشن بول سكودد بول نمبر 1، والبول اخر واحد فيهم انا عندي 5، يبقى بول رقم 5 ده the highest concentration pool is coded number 5، تمام. طيب لو هو عدد فردي زي كده خلاص، غالبا البول اللي في النص اللي هو هنا البول رقم 3 عبارة عن جزئين متساويين من البول نمبر 1 والبول نمبر 5، تمام، يبقى a mixture of two parts، على سبيل المثال two parts of pool number 1 and 2 parts of pool number 5، خلاص، تمام. طيب البول نمبر 2 عبارة عن a mixture of 3 parts of pool number 1 and 2 parts and 1 part of pool number 5، تمام. وبول نمبر 4 a mixture of 1 part of pool number 1 and 3 parts of pool number 5. يعني مثلا هنقول هشوف الأول احتياجاتي، انا عايز احضر 200 مايكرون من كل بول، خلاص بول نمبر 1 يبقى ده 200 مايكرون من اللو، وده 200 مايكرون بول نمبر 5 200 مايكرون من الهاي، تمام. طيب انا بول نمبر 3 محتاج كام بارت؟ 4 بارتس، وعندي 200 مايكرون، خلاص هنخلي 2 بارت يمثلوا النص اللي هما 100 ومن النمبر بول نمبر 1 و100 من البول نمبر 5، تمام. طيب البول نمبر 2 محتاج 3 بارت 1 بارت، البارت الواحد هنا من 50 عشان هو عايز 4 بارتس، فهخلي 150 من بول نمبر 1 و50 من بول نمبر 5، وبول نمبر 4 بقى عكسها 1 بول 1 بارت اللي هي 50 مايكرون من البول نمبر 1 و3 بارتس اللي هي 150 من بول نمبر 5. دي طريقة تحضير تانية، تمام. في ناس ما تحبش طريقة البارتس دي، في ناس تحب الطريقة اللي هي النسب. يعني ايه؟ مثلا هحط هنا 1 ملي، حاضر ده 1 ملي وده 1 ملي، ده 750 مايكرون على 250 مايكرون، او 75 لو هيبقى ميات يبقى ده 75 مايكرون على 25 مايكرون، بقى كده 50 على 50 عشان ما يتلخبطش. ده بيعتمد والله على البيبتات اللي عندك، يعني لو البيبتات اللي عندك فيها الارقام دي وفاريبل ونضيفة ومظبوطة اشتغل. لو انت اصلا عايز بيبت مثلا فيكسد هتلاقي الطريقه دي اظرف معاك، عندك بيبتات فاريبلز هتلاقي الطريقه دي اظرف معاك، فكل واحد بقى يشوف ظروفه ايه ويحضر السامبلز بالطريقه اللي تعجبه. ده الديليوشن سكيمز
for equally spaced concentrations. تمام، ده سكيم كده بيوضح ازاي اشتغل ال equally spaced concentration، بس مش الخمسة بس، لا ده كمان الستة سامبلز والسبعة سامبلز لغاية الحداشر سامبلز. تمام، غالبا احنا مش بنحتاج ده كله، احنا بنحتاج هعمل خمسة وستة او سبعة لو انا هعمل verification زي اغلبنا ما هيعمل. تمام، نلاحظ ان الارقام الفردية دايما ظريفة، يعني خمسة او سبعة دي، لان الرقم اللي في النص ده بتلاقيه ميكس ايكوال ميكس ما بين اللو والهاي. تمام، نفس القصة في سبعة، هنا ستة ممكن الواحد يتلخبط شوية. خلاص تمام، يعني ما فيهاش اللي في النص، ودي ايه، دي الريشيو ما بينهم ما بين بعض، دي 8 من 10 وقدامها 2، دي 6 من 10 قابلها 4 من 10، دي 4 من 10 قابلها 6 من 10، ودي 2 من 10 قابلها 8 من 10. تمام، فده النسب اللي هي ما بين كل لو وهاي كونسنتريشنز على مدار. شوف انت عايز تحضر ايه، وهتاخد السكيم ده ليك بحيث تقدر تشتغل منه يعني. طيب انا هحتاج دلوقتي اعرف الكونسنتريشن بتاع كل بول. تمام، انا اللي اعرفهم فيهم الكونسنتريشن بتاع البول الاولاني والبول الاخراني اللي هما اللو والهاي. طب عايز اعرف اللي في النص، في معادلة تجيب القصة دي. تمام، خلاص دي المعادلة. خلاص، السي عندنا يرمز للكونسنتريشن والفي ترمز للفوليوم. تمام، خلاص البول كونسنتريشن، عايز اعرف البول كونسنتريشن بتاع رقم 4 مثلا او رقم 3 مثلا، لازم تطبق عليه المعادلة دي. خلاص، ده اللي في الايه، في الايكوال سبيسد كونسنتريشن بس. تمام، طب لو مش ايكوال سبيسد هتحتاج ساعتها ان انت لا لازم تعملهم على جهاز تاني وتكون عارف النتائج بالظبط وتشتغل عليهم. احنا بنتكلم على الايكوال سبيسد كونسنتريشن اللي انا بجيب تو بولز هاي ولو وبعمل ميكس بنسب متفاوته ما بينهم وبجيب بقيه البولز منهم الانترميديت بولز. تمام، طيب المعادله بتقول ايه، السي ال يعني الكونسنتريشن بتاع اللو في الفوليوم بتاع اللو، دول مع بعض كده اجمعهم على الكونسنتريشن بتاع الهاي في الفوليوم بتاع الهاي على الفوليوم بتاع اللو زائد الفوليوم بتاع الهاي. خلاص تمام، يبقى ال CL ترمز للكونسنتريشن اوف لو كونسنتريشن بول، و CH الكونسنتريشن بتاع الهاي كونسنتريشن بول، وال VL الفوليوم بتاع اللو كونسنتريشن بول، وال VH الفوليوم بتاع الهاي كونسنتريشن بول. خلاص، هناخد مثال عندنا، عايز احضر 6 سامبلز او بولز ايكوال سبيس. طبعا تمام، البول فوليوم، الفوليوم بتاعي البول فوليوم الواحد 200 مايكرو. تمام، الكونسنتريشن بتاع اللو بول كان 10 ملي جرام بير ديسيليتر، والكونسنتريشن بتاع الهاي كان 200. يبقى عندي السي ال عبارة عن 10 والسي اتش عبارة عن 200. تمام، ده الجدول بتاعنا اهو، هنا اهو في العمود الاولاني ده حاجة اسمها بول فورميلا. بول فورميلا ادي بول 1 اللي هو اللو لغاية البول 6 اخر واحد اللي هو الهاي. خلاص، دي النسب ما بينهم. خلاص، 8 من 10 و2 من 10، ده بول 2 وهكذا بقى. تمام، طيب عايز احسب الفوليوم كالكيليشن. الفوليوم انا عايز احضر، انا عايز احضر كام، انا عايز احضر 200 مايكرون. خلاص، بضرب النسبة دي، النسبة دي خلاص في الفوليوم. انا عايز احضر دلوقتي اللو، عاوز كام من اللو، عاوز هنا 8 من 10 من اللو نسبته كذا، و 6 من 10 من اللو، 4 من 10. تمام، طيب هضرب الواحد ده في ال 200 دي اللي هو البول فوليوم، هيديني 200. خلاص، هنا نسبة اللو 1 و0 هاي. تمام، ده في البول 1، فادي اللو حطيت الواحد صحيح في 200، طلع لي هاخد منه 200 مايكرو، والزيرو في 200 يبقى زيرو في الفوليوم بتاع الهاي. خلاص تمام، طبعا بالطبيعي عشان ده اللو بول، الهاي بول عكسه. تمام، طيب في البول زي بول 2 مثلا، عايز 8 من 10 لو و2 من 10 هاي، انت البول فوليوم عندك كام، 200. خلاص، هضرب ال 8 من 10 دي في 200، يبقى عاوز 160 مايكرون، وهعوز 40 مايكرون من الهاي. خلاص، ال 160
تقابل 8 من 10 والـ40 تقابل 2 من 10، تمام؟ خلاص. طيب البول 3 عندي ايه؟ عندي عبارة عن 6 من 10 ال و4 من 10 اتش. خلاص 6 من 10 في التوتال فوليوم اللي هو 200، يبقى عاوز 120 فوليوم من اللو، وهعوز 80 فوليوم من الهاي، خلاص، وهكذا، تمام. فانا كده الخطوة الاولانية ان انا حددت ال VL وال VH بتاعت كل بول، خلاص. يبقى انا كده ما عنديش حجة، انا عندي ال CL وعندي ال CH وعندي ال VL وعندي ال VH، خلاص. طبق المعادلات بقى، تمام. هنطبق على البول 2، المعادلة بتقول لك ايه؟ المعادلة بتقول لك CL في VL. طب ال CL كام؟ ال CL 10، وال VL كام؟ ال VL بتاعت بول 2 اهي 160، 10 في 160، 10 في 160، تمام. طيب بعد كده ال CH في ال VH، ال CH كام؟ 200، CH 200، حطينا ال 200 اهي، هضربها في ايه؟ في ال VH، ال VH كام؟ 40، يبقى 240 على مين؟ على ال VL زائد ال VH. طيب ال VL كام؟ ال VL بتاعتي 160 وال VH 40، يعني تساوي 200. طبق المعادلة دي هديك الكونسنتريشن بتاع البول 2 48. هنطبق المعادلة في كل البولز التانية، هنلاقي الكونسنتريشن احنا حصلنا عليها ادي 10 للبول 1، 48 للبول 2، 86 للبول 3، 124، 162، واخرنا 200. دي كده equally spaced concentrations، تمام. يبقى انا مجرد ما عرفت الكونسنتريشن بتاع اللو والهاي قدرت احدد بقيه الكونسنتريشنز بتاع الانترميديت بولز. طيب في precautions نقولها واحنا بنحضر العينات. أول حاجة choose the extreme pools with an acceptable matrix. البول 1 أو اللو بول والهاي بول لازم يبقوا من acceptable matrix. البيشن سامبل دي البيست ماتريكس. لو في manufacturer recommend material معينة استخدمها، شايف الماتريكس بتاعتها acceptable ممكن استخدمها عادي. الاكوس ماتريكس يفضل أبعد عنها عشان أحيانا بتجيب لي كتير إيه نتائج مش مظبوطة، تمام. ده بالذات في الاكستريم بولز. تاني حاجة الكوركت كودينج تو افويد سامبل ميكس ابس. الكودينج طبعا شرحناه في السلايد اللي قبل اللي فاتت، تمام، ازاي بعمل كودينج بالظبط للايكوال سبيسد سامبلز او النون ايكوال سبيسد سامبلز. تالت حاجة الاكستريم بولز ار اوبتيند ان ا فوليومز سفيشنت فور ذا انتاير اكسبيرمنت. الاكستريم بولز اللي هما اللو بول والهاي بول دول اللي انا بحضر منهم الانترميديت بولز، لازم يبقوا في كميه كافيه منهم عشان اقدر اعمل التحضيرات بتاعتي كلها، واعمل حسابي كمان احتمال يبقى في اعادات لبعض النتائج، فلازم اعمل حسابي في الفوليوم بتاعها وانا قبل ما ابدا احضر السامبلز. رابع نقطه use the most accurate and precise pipetting technique available، تمام. يفضل البايبيتنج يبقى A1، تمام، بيبتات كاليبريتد، لو جديدة يبقى أحسن، تمام. التبس تركب كويس فيها، كل حاجة تبقى مظبوطة، تمام. أخلي بالي وأنا بسحب وأنا بفضي وأنا بعمل ميكس وكلام من ده. Care must be taken to mix each pool thoroughly. لازم أخلط، لو هتعمل مثلا intermediate pools محتاج أستخدم جزء من الهاي بول وجزء من اللو بول، حطهم على بعض، فمحتاج اعمل ميكس كويس جدا ما بينهم، تمام، عشان النتيجه تطلع مظبوطه. سادس نقطه استخدم ذا سيم يونت فور كونسنتريشن اند فوليوم. انا محتاج كونسنتريشن وفوليوم، خلاص، ما ينفعش استخدم كونسنتريشن مختلفه بين البولز الهاي بول واللو بول، او فوليوم مختلف، يعني هتوحد هتشتغل ميلي جرام بير ديسيليتر مثلا في الكونسنتريشن، بلاش تبقى الهاي بول ملي جرام بير ديسيليتر واللو بول من ملي مول مثلا، ما ينفعش، هتلخبط الدنيا سعادتك. فانت واحد هتستخدم هنا ملي جرام بير ديسيليتر يبقى هنا ملي جرام بير ديسيليتر، الفوليوم هتستخدمه هنا برملي يبقى هنا برملي، هنا بالمايكرون يبقى هنا بالمايكرون، لازم اوحد الكونسنتريشن والفوليوم يونتس، تمام.
اخر نقطه بروتكت ذا بولز فروم ايفابوريشن اور اذر ديتيريوريشن. تمام، انت بتحضر البولز، البولز دي لسه حضرتها وهبدا ادخلها على الجهاز، مستني الجهاز يفضى، الجهاز يبقى ريدي، يعني اي حاجه الفتره دي احطها بحيث ابقى فيها بروتكشن، اغطيها عشان الايفابوريشن. لو الجو حر بالذات تمام ممكن يحصل ايفابوريشن، الايفابوريشن ده معناها ان الووتر كونتنت بتاع البول ده هتقل، فبالتالي الكونسنتريشن بتاع الانالايت فيه ممكن يزيد، فبالتالي هيديك نتائج ممكن تبوظ لك الاستادي كلها بتاعتك الاكسبيرمنت. او ممكن احط بالقصد حاجه تعمل ديتيريوريشن، مثلا حراره، بروده، البلوروب مثلا احطه في حته فيها ضوء، ما حطيتوش في حته ضلمه، فالانالايت نفسه يحصل له ديتيريوريشن. تمام، النقطة اللي بعد كده السامبل ماتريكس. تمام، وانا بعمل فيريفيكيشن لينير رينج لازم اتأكد ان الماتريكس بتبقى اكسبتابل. تمام، لو هي سيميلر ماتريكس للسبيسمنز، يعني استخدم بيشنت سامبل، يبقى ده افضل حاجة. خلاص، افضل حاجة لان هي بالظبط نفس انا بشتغل على عينات مرضى، فاحسن حاجة ان انت تعمل دراستك بعينات مرضى. لو acceptable matrix عن طريق المانيفاكتشرر هو ريكومند حاجات معينة، خلاص ممكن اشتغل بيها عادي. تمام، دي اول نقطة، الماتريكس لازم تبقى similar to matrix of specimen. تمام، يعني بروتين based، خلاص بروتين based matrix. تاني نقطة هي free from أو free of known interferences زي الإكتراس والهيموليسيس والأيبيميا. تمام، لازم الحاجات دي كلها ممكن تعمل interference للميجرمنتس. تمام، فتعتبر برضو تأثر على الماتريكس، فبالتالي ممكن النتائج تطلع مش مظبوطة والاستادي تبوظ مني. تمام، طيب افرض انا مثلا مضطر مثلا انا عايز عينه نتائجها الهاي بول او عينه في النص تغطي لي رينج معين ما قدرتش احسبه، ما قدرتش اوفيه. تمام، في نقطه معينه في الرينج، وكانت العينه دي بالصدفه فيها سنه هيموليسيس مثلا. تمام، ومش لاقي عينات، والعينات صعب جمعها، او الهيناريت اللي انا بشوفها دي نادرا العينات بتاعتها ما بتجيلي، ممكن تشتغل بيها ممكن، بس حط النوت ان انت اشتغلت بالعينه دي كانت فيها هيموليسيس بسيط مثلا، او فيها لايبيميا او فيها اكترس. خلاص، وبعد كده نشوف الاستادي، لو الاستادي هتاثر لنا على النتائج هنضطر نشوف بديل، لو مش مأثرة على النتائج وتمام خلاص مفيش مشاكل، بس اعمل نوتنج عليها ان انا ايه العينه دي كانت فيها مشكله، فيها مشكله ممكن تعمل لي انترفيرنس. تمام، للقرايات. برضو في نقطة، لو أنا هستخدم مثلا عايز أعمل أنالايت معين والأنالايت ده ممكن أشتغله بكذا ماتريكس، يعني مثلا إيه عايز أشتغل جلوكوز في اليورين أو السيروم أو سباينال فلويد CSF أو هول بلود. المفروض لو أنا هعمل أشوف اللينياريتي أجرب اللينياريتي على كل ماتريكس منهم، اليورين لوحده والسيرم لوحده والهول بلاد لوحده والسي اس اف لوحده وهكذا. خلاص، تمام، هتشتغل كرياتينين في السيرم، هتشتغل كرياتينين في اليورين، يبقى ده لينياريتي ده لينياريتي، ده يتشاف وده يتشاف. تمام، ما ينفعش اشتغل السيرم واوحده بعد كده اقول ده تمام واشتغل باليورين عادي، لا، كل ماتريكس هتستخدمها استخدم اعمل لها الاستادي بتاعتها. تمام، سامبل ماتريكس تايبس ال EP6 CLSI EP6 اللي بيشرح اللينياريتي. تمام، الفيريفيكيشن اوف لينياريتي، حاطط حوالي 8 ماتريكس تايبس مرتبهم من الافضل للاوحش. تمام، بالترتيب. خلاص، اول حاجه فيهم اللي هي بيشنت سامبل بول، patient sample pool دي ال best choice. تمام، هو قايل لك ايه، مقسم كل pool ايه ال sample وايه ال diluent بتاعتها. تمام، كل pool هتحضره ايه ال sample وايه ال diluent بتاعتها. ال sample هنا patient sample with high concentration. تمام، وال diluent بتاعها another patient sample with low concentration.
خلاص تمام. فعندك اللي انت اللي استخدمتها السامبل الأساسية اللي هي الهاي دي بيشنت سامبل، واللي خففت بيها اللي هو ديليون اللي هي لو بيشنت سامبل برضه. فانا استخدمت كل استخداماتي بيشنت سامبل دي البيست تشويس، لان في كلينيكال سيتنج انا بشتغل فعليا بقيس نتائج مرضى بعينات مرضى، فالاستادي لما تبقى بعينات المرضى تبقى دي احسن تشويس بالنسبه لي. خلاص. تاني حاجه تليها في التدرج اللي هي بيشنت سامبل بول دايلوتد ويز ريكومندد ديليونت، يعني بكيب بيشنت سامبل ات هاي كونسنتريشن وبخففها بقى، مش انظر بيشنت سامبل لو لا بشوف الديليونت الريكومندد من المانيفاكتشرر اخفف بيه الهاي بيشنت سامبل. خلاص تمام. يعني مثلا انا بعمل ايه، انا مثلا معروف ان المانيفاكتشرر قال لي لو نتائج طلع عندك عاليه خفف بالمحلول الفلاني، هو المحلول الفلاني ده اللي هو مديهوني في العلبه هو ده اللي هستخدمه في الاستادي بتاعتي دي. تمام. هو ده اسمه ريكومندد ديليونت. خلاص. دي تاني مرتبه الاوحش سنه. الاوحش منها بقى اللي هي ايه، patient sample pool supplemented with analyte او spiking، ده انا بجيب عينه at high concentration at low concentration sorry at low concentration وبعمل لها supplementation العكس بقى، مش بخففها، بعمل لها supplementation بالانالايت في صوره ايه، في صوره high purity solution او concentrated solution من الانالايت ده. خلاص. السلايد اللي بعد دي هشرح لكم، هديكم امثله يعني دي. خلاص. فانا دلوقتي وارد السوليوشن اللي انا هحطه على البيشنت سامبل بول ده يبقى في مشكله في الماتريكس، في حاجه تعمل انترفيرنس، في انت ما تعرفش الافكت بتاعها ايه، فهو الانالايت اتحط، هل الانالايت ده لما جاء معاه في السوليوشن حاجه تانية اثرت او عملت انترفيرنس، انت ما تعرفش. فلو انت هتعمل الطريقة دي لازم تذكرها في الاستادي ان انت استخدمت طريقة السبايكينج او الايه او الـ او السبلمنتيشن للبيشنت سامبل. تمام. النقطة اللي وراها تريتد بول ماتيريال اور بول دايلوتد ويز تريتد ماتيريال. ايه حكاية التريتد دي؟ تريتد دي معناها بعمل تريتمنت للعينة، تريتمنت للعينة سيرتن تريتمنت زي الدياليسيس زي الهيت تريتمنت زي الكروماتوجرافي، بشيل منها الانالايت اللي انا عايزه. تمام. فانا بجيب عينه هاي كونسنتريشن وبعرضها للتريتمنت فبيقلل الكونسنتريشن بتاع الماتيريال اللي فيها، فممكن بالطريقه دي احصل على الانترميديت بولز واللو بولز. تمام. ان انا اعمل تريتمنت للعينه دي. خلاص. التريتمنت طبعا بنسب متفاوتة من التريتمنت، فبالتالي بحصل على كذا ليفل مختلفة من الايه من الانترميديت بولز، او ان انا ايه مش هقرب من العينة الهاي كونسنتريشن دي، مش هقرب منها وهجيب عينة تانية. تمام. عندها هاي كونسنتريشن وهي اللي عمل لها تريتمنت at certain levels، وبعد كده اعمل لها ميكس بالعينة الهاي كونسنتريشن التانية، يبقى كده في عينتين، واحدة عملت لها تريتمنت واحدة لأ. التانية اللي عملت لها تريتمنت دي هضيفها على الأولانية اللي هي ما عملتهاش تريتمنت كأنها ديليونت. تمام. وحسب التريتمنت، والله تريتمنت كان جامد شوية قلل الأنالايت خالص، تريتمنت كان نص نص خلى الأنالايت بنسبة 50%، التريتمنت كان بنسبة ضئيلة خلى الأنالايت قليل يعني إيه اللي بنسبة قليلة، وبالتالي ممكن أحصل على كل الإيه الإنترميديت ليفلز. النقطة اللي وراها اللي هي الكوميرشال كنترول او كاليبريتور او لينياريتي ماتيريالز. احيانا يبقى في كوميرشال لينياريتي ماتيريالز، مصنع نظيف كده يقول لك ادي يا عم الباكج دي بتاعت اللينياريتي، تلاقي عندك 5 سامبلز 6 سامبلز 7 سامبلز دي لو عايز تعمل شكل لينياريتي. طبعا دي بفلوس وهتكلف كوست اكتر وكلام من ده، البيشنت سامبل بتبقى ارخص بكتير. تمام. بس ايه على الاقل انت مش هتتعب في انك تحضر وتحسب وتعمل، بتبقى والاساين فاليو غالبا بتبقى موجوده فبتريحك، او ممكن تستخدم انت كاليبريتور او كنترول. تمام. بس الصعب طبعا عشان تجمع على كل تاخد كفر كل الريبورتبل رينج بيبقى صعب جدا، يعني لو هتشتغل بالكنترولات او الكاليبريتورز واللينيارتي ماتيريال هتريحك شويه.
تمام. ده نوع مشكلته ايه بقى؟ ده الماتريكس بتاعته نوعا ما انت مش ضامن الماتريكس دي هل مناسبة ليك ولا لا. يعني انت مشتغل بكنترول ماتيريال او كاليبريتور ماتيريال، دي غالبا الماتريكس بتاعتها متحضرة، هي بروتين بيزد بس متحضرة، ممكن يبقى فيها اديتيفز تانية انت ما تعرفش، ممكن تأثر معاك في الاخر تعمل انترفيرنس تبوظ لك النتائج بتاعت الاستادي وتقول في الاخر اللينيرتي فيها مشكلة. تمام. النقطة اللي تليها بقى البول diluted with saline or other diluent other than the recommended diluent. أنا عندي patient sample at high concentration خلاص تمام، هخففها إيه بقى؟ هل هخففها بال recommended diluent؟ لأ، هخففها بسلاين من دماغي أو هستخدم diluent other than the recommended diluent، مش هو ده المصنع قال لي عليه، يعني أجيب diluent بتاع كت تانية مثلا. تمام. ده انت قريت عنه في بيبر مثلا انه ينفع مع الحاجات دي خلاص، بس ايه المانيفاكتشر ما عمليش ريكومنديشن ليه، عملت من دماغي، فده يتلي في المرحله اللي وراها اعمل دايليوتد كوميرشال كنترول ماتيريال. عارفين الكوميرشال كنترول ماتيريال اللي هي هنا دي؟ تمام، عملها دايليوشن بقى. طب انا اصلا شاكك اصلا في الماتريكس بتاعتها، عملها دايليوشن كمان، فهي دي برضو ايه، عشان كده هي بتبقى ورا شويه. اخر حاجه هي الاكوس سوليوشنز اللي هي عباره عن ووتر وعليه الانالايت اللي انا عايز اقيسه، بس كده الماتريكس بتاعته ووتر مش بروتين بيست، ووتر بيست، فبالتالي ممكن تبوظ لي الماتريكس دي مش مناسبه، ممكن تبوظ لي النتائج. تمام. ده اكزامبلز للماتيريالز فور سبايكنج سامبلز. احنا قلنا السبايكنج ان انا بعمل سبلمنتيشن للبول بتاعي. تمام. بيبقى له البول ده له ليفل اوف انالايت، وانا بحط بعمل بيه سبايكنج او سبلمنتيشن بسوليوشن. السوليوشن ده بتحكم فيه انا حسب الكميه اللي احطها، حسب الكونسنتريشن اللي انا عايزه او السامبل ليفل اللي انا عايزها. تمام. هنا هو الانالايتس وايه السبايكنج ماتيريال او سوليوشن اللي ممكن استخدمها. تمام. الانزيمز بصفة عامة ممكن استخدم البيوريفايد انزيم احصل عليه، الاميليز مثلا موجود في السلايفا والبنكرياتيك اكستراكت، اللايبيز موجود في البنكرياتيك اكستراكت، مش عارف الكرياتينين في الستوك ستاندرد اند اليفيتد بيشنت سامبلز، الكربون دايوكسيد على سبيل المثال في الصوديوم كربونات والصوديوم بايكربونات، الفوسفورس موجود في البوتاسيوم ان صوديوم فوسفيت. تمام. وهكذا دول في الكيمياء. في الهيماتولوجي عندك الهيموجلوبين والهيماتوكريت والوايت بلاد سيلز. ممكن اعمل سبايكنج بايه؟ الهيموجلوبين ممكن اعمل سبايكنج ب هيومن ووجد اور اند لايسيد ار بي سيز، الهيماتوكريت بالمايكرو هيماتوكريت سبان هيومن ار بي سيز، الوايت بلاد سيلز بالهيومن هول بلاد بافي كود. تمام. دي كلها ميثود اوف سبايكينج.